المرض هيجي هو يجي له يجي لانه شنو ها ولم يراعي بيني وبين الله ما يعرف الامام السجاد حتى الامام امير المؤمنين خلينا الامام السجاد في يوم الخندق مو كان ارمد العين هو ليش امام امير المؤمنين ارمد بنا هيك بلا سببين لو مع سبب هو السبب يعني عدم مراعاته لبعض الامور شنو الصحي بيني وبين الله يعلمها ولا يعلمها يقول ما اقول انت فسرتها هكذا انا دا اقول انت فسرت العصمة بما يشمل امور البشرية والانسانية مع انه ليس كذلك وهذا اللي اقوله اقول تفسيرك للعصمة وللانسان الكامل ومساحة الانسان الكامل خاطئة والا الصريح القرآن دا يقول انما انا بشر مثلكم مولانا هذا البحث اللقاح هو الطريق الصحيح للتخلص من الوباء وما تذكره جنابك أنه فيه مكائد وفيه أضرار وما إلى ذلك هذا كلام غير دقيق ومنشورات غير رصينة وفيسبوكية ونحن في الواقع نتبع العقلاء والدراسات العلمية وكل مراجعنا لقحوا وعدم التزام الناس غير صحيح ومضر للصحة العامة والحكومة لها صلاحية تأمين الرعاية الصحية للناس وأفراد المجتمع ولها الحق في أن تتخذ إجراءات لمنع انتشار الوباء والوضع ينذر بالخطر فارحموا أنفسكم وأهليكم فإذا كان مراجعكم لقحوا فماذا أنتم فاعلون أيها الأحبة؟